اللهم ارزقنا وإياكم البركة في كل شيء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الأحد الصمد أن يرزقنا وإياكم بركته في بيوتنا وصحتنا وحياتنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. صباح الخير يا بنات، كيفكم؟ إن شاء الله طيبين. صباح النشاط، صباح الروتينات، كيفكم؟ كيف أولادكم؟ إن شاء الله كلكم بخير وعافية يا رب العالمين. اليوم الفيديو تحفيزي، الفيديو صورته كان أمس، المفروض أنزل لكم أمس لكن انشغلت شوية مع الأولاد، كان عندهم برنامج حبيت أنزل لكم الصباح عشان كلكم تتحفزوا تقوموا تشوفوا عليكم البيكم عليكم زي ما بنقول دائما. نظافة، ترتيب، عملت لكم حاجة كده أكلات كده بسيطة، حبيت أشارككم عسى ولعل يفيدكم. زي ما شايفين صحيت الصباح لملمت كده مكان الأولاد، غرفتهم يعني نظافة على السريع، سبحان الله مرات بتحس انه البيت نظيف ما عاوزة تنظفي والدنيا رايقة خلاص ارتاح شوية، بس مجرد ما تمشي تكوني خلاص تبدي يعني انك انت عاوزة تلم كده يطلع عليك 600 شغلة. فده كده خلاص سنة الحياة وزي ما بيقولوا الروتينات العادية، عشان كده بنقول عليه روتين، روتين يومي او روتين تحفيزي عشان نحفز بعض. نظفت غرفتهم ودخلت المطبخ، وكمان كان عندهم ناس المدرسة طالبين يوم اللي حق الليلة، عندهم حق الليلة أيوة في نص شعبان بيعملوا اللي هو حق الليلة، يعني أظن عادات وتقاليد هنا عند الخليج، في الخليج يعني الأولاد بيلبسوا ملابس معينة، مش معينة، ملابس اللي هو ملابس بتاع زمان أظن، وكمان بيشيلوا حلويات وما عارفة بيشيلوا حاجات كده يعني توزيعات بيقولوا بيوزعوا لبعض في المدرسة وكده. المهم كانوا مبسوطين وحتودينا بكرة السوق وحتشتري لنا ما بعرف حق الليلة، المهم انبسطت معاهم شوية وقلت خلاص أشارككم عملنا شنو ومشينا وين، وكمان شوية نظافة شوية روتين كده، لأن مرات الكسل سبحان الله الكسل بيحصل بتحسي روحك ما عاوزة تنظفي. أنا سبحان الله هسي لما نظفت لك يعني في الفيديو ده كنت راكدة وقلت شنو يا دلال البيت نظيف خليه خلاص ارتاحي يوم الليلة. إبليسي يقول ما خلاص ارتحت امبارح ولا امبارح قومي شوفي شوفي امشي شوفي نظفي، لما تنظفي حديد حتشوفي الدنيا عاملة كيف من جوا. وما اكذب عليكم ما كان وسخان شديد، لكن المهم اللي هو الوسخ اللي بيكون يوميا، احنا البيت لو ما نظفناه يوميا حيتراكم علينا كمية بتاعت وسخ، كمية بتاعت حاجات كثيرة، فالواحدة احسن تنجز سبحان الله. الكسل بتعالجيه انك انت تاخدي قرار انك انت لا خلاص حتقومي، لو ما قمتي يعني مرات بتكوني خلاص ما عاوزة تعملي، وبتكوني عارفة انه عندك شغل، يعني بتكوني عارفة انه في حاجات كتيرة لازم تعمليها. فنصيحة مني لك طوالي لما تحسي انه خلاص الترخيم، خلاص الترخيمة وكده قومي، طوالي قومي قومي، خدي قرار انك تقومي وتنجزي. لو ما اخدت القرار انك انت تقومي وتنجزي خلاص حيكون عالق وحيجوط معاكي وخلاص يعني حيتراكم. التراكمات دي يعني اصعب شيء انه الشغل يتراكم عليكي، فزي زي الانسان لما يكون مثلا شايل منك او شايل في نفسه منك يتراكم يتراكم، او مثلا من البدايه طبعه ما عاجبك طبعك يعني ما عاجبه او كده يتراكم يتراكم، يحصل موقف يجي ينفض عليك كله زي ما بيقولوا تنفيض يعني ينفضه زي السجاد ينفضه فيك ينفض. فسبحان الله هو كل شيء زي بعض، سواء كان شغل البيت او سواء كان التراكمات اللي الانسان بيكون شايله جواه من الناس او غيره وغيره، فكلها تراكمات زي هو زي سبحان الله يعني زي بعض. زي الوساخة مثلا تخليه يوم الليلة الثاني والثالث تجي تقولي بنظفه نهاية الأسبوع مرة، هتلقوا إنه دي الشغلة دي اتراكمت عليكي كتير، هتقومي تعملي شنو؟ لما تجي تنفضي بقى حتتعبي، يعني ما حيكون زي النظافة العادية اللي انت بتنظفيه يومي يعني خفيف عليكي. زيه زي الإنسان، الإنسان لما يشيل من زول يشيل ويشيل ويشيل وتجي اليوم اللي يجي ينفضوا فيكي التنفيضة بتكون كعبة شديد. فربنا ان شاء الله يعني زي ما بيقولوا يهدي النفوس، ربنا يعني زي ما بيقولوا دائما انه يعني قلوبنا تكون صافيه قلوبنا تكون نظيفه، فهي دي سنه الحياه سبحان الله. زي ما شايفين خلصت لهم غرفتهم جيت هنا الممر، انا اهم شيء عندي في البيت اهم شيء عندي في البيت الممر والغرف تكون نظيفه، يعني هو كل البيت لكن اهم شيء عندي الممر ده، لان الممر ده بدخلنا في الغرف فبحب ان الممر يكون نظيف. ما عليكم من يوسف وصاحي معي طبعا، بحيث انه هو الواجهه، فالنظافه النظافه سبحان الله النظافه دي حاجه حلوه شديد، بتكوني رايقه بالك رايق نفسيا بتكوني مرتاحه، عكس انه الوساخه. الوساخه حتى لو انت مثلا الوضع عندك عادي انه الدنيا وسخانه او مثلا جاي وضع
نفسيا ما بتكوني مرتاحه، بيكون في طاقه كده ما حلوه في البيت. فسبحان الله كوني خفيفه، لما تكوني خفيفه حتحسي انه بيتك خفيف والشغل خفيف عليك والدنيا مهذبه ومرتبه. انا كنت ناويه في الفيديو ده انه انا مثلا اشيل ده اوديه هناك في المدخل ده، وكمان اشيل بتاع الصالون اجيبه هنا. المهم ان شاء الله يعني شويه حاجات بسيطه كده كتغيير لرمضان ونجدد لنفسنا. فهو الدنيا دي كده، نحن لو ما عملنا من اللي حيعمل ليكي كده؟ بس قولوا لي من اللي حيعمل ليكي؟ يعني اذا انت مثلا ما اخذت القرار انك انت تكوني مبسوطه، انه بيتك يكون رايق، ان اولادك يكونوا مبسوطين، حاول انك انت تبسطي نفسك، حاول انك انت تبسطي اولادك بحاجات بسيطه. اخلقي اجواء في البيت، اخلقي اجواء في البيت، اولادك خليهم براحتهم. يعني ما من النوع اللي البيت ده نظيف ما تكركبه، البيت ده خلاص نظفته ما تكركبه. بدل ما تعملي مع تصرف معهم التصرفات زي حتعمل شنو؟ اخلقي لك جو. انا مثلا مرات لما احس كده بقول لهم تعالوا يا اولاد نقعد هناك، يعني ما بقول لهم مثلا ما توسخوا لي، ايوه نعم قصه ما توسخوا وما تكركبوا بعمل، لكن شنو؟ في الاغلب مثلا بمشي هناك في الغرفه اللي عملت لكم روتين فيه هو اخر مره، بقول لهم تعالوا نعمل بكور، انا هعمل قهوه هشرب قهوه وانتوا هعمل لكم بكور. مثلا مرات بقول لهم خلاص انا مسافه ما اخلص الشغل اللي في يدي، انتوا رايكم شنو؟ ترسموا لي وانا بديكم جائزه، او مثلا اشتري لكم شيبس. صاحب يعني اكثر واحده ترسم يعني رسمته تكون حلو، ما انه انا بعرف هم لسه عن الحاجه دي، لكن شنو بقول لهم كده يعني. فشنو كده ما بيخشوا يوسخوا لي البيت كله، الدنيا بتكون رايقه وهم مشغولين دايرين نرسم، وانت يا نورا نجيبي وما بعرف شنو، بيشغلوا نفسهم في مكان واحد بحاجه ينفعوا منه. مرات بقول لهم افتحوا التلفزيون، افتحوا اليوتيوب، شوفوا مثلا الرسمه دي، انتوا ارسموا لي ده، اعمل كده، بخليهم ينشغلوا بحاجه من غير ما الدنيا تكون جايطه، من غير ما الدنيا تكون وسخانه. فرجاء يعني حاولوا انه مثلا تكونوا يعني رايقين، النفسيه دي اهم حاجه. فهنا انا بعد ما خلصوا لهم نظافه عملت شنو؟ جبت بطاطس، احنا الكباب يعني احنا في السودان بنقول عليه كباب بطاطس، بنجيب لحم مفروم بنعصجه وبصلصه وثوم وبهارات وطماطم، وبعدين بننزل عليه بالبطاطس، هو اكل حلو شديد. احنا دائما كمان في الاعراس سبحان الله نكهته بتكون احنا بنعمله دائما في البيوت، لكن شنو في الاعراس بتحسي انه هو طعمه غير او نكهته غير. اخر شيء بضيف عليه شويه مويه وكمان شويه بهارات اللي هو بقدونس وكزبره، بدي نكهه طيبه طبعا، وخلص حقفله على كده. بعد ما خلصت البطاطس بعمل لهم دائما السناك ده بيحبوه شديد. السناك ده ممكن تعتمديه في رمضان احنا مع الشوربه، احنا عندنا اللي هو شوربه بنقدمه ساي، لكن مثلا مع الشوربه لما تقدمي لك حاجه زي دي بتحسي انه هم يعني ما عارفه بديهم نفس انه هم ياكلوا الشوربه. حتى للناس اللي ما بيحبوا الشوربه الحاجات دي بيخليهم يشربوا الشوربه اكتر. فانا بعمل السناك ده دايما 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 اللي هو خبز التوم. خبز التوم ده بيكون زي حق في مطعم بيتزا هت، مش بيكون عندهم خبز بتاع توم، تقدري تعمليه في البيت بطريقه حلوه شديد وسهله جدا. يعني بتجيبي توم، بتجيبي زيت زيتون، شويه ملح وفلفل اسود وكزبره وبقدونس. انا كنت بفرمه لكن اليوم كنت مستعجله ما فرمته، لانه زي ما قلت لكم كنت عاوزه اطلع وكده، ف مواعيد مستشفى وما عارفه منه السوق للاولاد وحاجات القرقعان وكده. المهم عملت لهم بس كده يعني زي ما بيقولوا ما فرمته، بس قطعته دقاق. بتيجي تعملي في التوم اهم شيء زيت الزيتون، ممكن زيت عادي ممكن، لكن هو زيت الزيتون افضل بدونك اقوى يعني تمام. بعدين بترش عليهم موزاريلا وبتدخليه الفرن. الشيء ده رهيب رهابة يا بنات، خرافية يعني، شيء حلو حلا جربوه ما حتندموا. تجيب اي خبز، الناس اللي حيقولوا ممكن بخبز، شفتوا خبز الصمون العادي ده، ممكن تعمليه بنفس الطريقة، وكمان ممكن خبز التوست برضه، بس احلى بالخبز ده لما يكون مقطع كده صغار مع الشوربة، مع كوب شوربة بتقدر تقدم حبتين ثلاثة. نكهته انا اليوم اللي بعمل فيه ده ما شاء الله بيلقطوه لسه في الصينية، حلو شديد. بتمنى تجربوا الحاجة دي في رمضان مع الشوربة. بعمل دايما اسناكات كتير بالعجين بتاع البيتزا، ان شاء الله حشارككم يعني كله مثلا ما اعمل افطار، في الافطار الشيء اللي بعمله يعني مثلا اول يوم افطار حنزل لكم الفيديو بالليل، انتوا ممكن تستفيدوا منه في اليوم الثاني كده يعني، اظن حيكون في يوم ناقص او حاجه زي دي، لكن يلا ما مشكله. بعد طلعت مشيت السوق اشتري لهم، لقيت كميه بتاعت زينه رمضان خلاص طبعا اتلبشت وقلت اخوم، بس دايره اخوم يعني لو في يدي غايته، احنا لو الحاجه دي في يدي كنت حشيل نص الحاجات الموجوده في السوق، لكن شنو الحمد لله اتريست، قلت يا دلال شيلي اللي انت عاوزه تشيليه وبس، في زول بيهدد نفسه، شلت حاجات اللي عاوزه اشيله وطلعت هنا. جينا انا والاولاد عملنا برضو جو، بقينا نوزع حاجات القرقيعان وهم يغنوا، حتى قالوا لي يا ماما احنا عاوزين نغني، قلت لهم غنوا، لكن عملت لهم
الصوت يعني قفلته لهم تاني. وكل واحدة فيهم عملت على حسب عدد الأطفال اللي في الصف، عملوا حاجاتهم يعني الهدايا بوزعوهم. طبعا اشتروا العلاقة جلاليب دي، قالوا عاوزين نلبس، البنات كبروا كده يعني، ان شاء الله ربنا يحفظ اولادكم. المهم كان يوم بسيط لطيف، حبيت اشارككم عشان تتحفزوا. اللي عندها نظافة تقوم تنظف، اللي محتارة في الغدا تقوم تعمل الشي اللي انا عملته امبارح ده. فان شاء الله الفيديو يعجبكم يا بنات. روتين تحفيز بسيط، الايام الجاية روتينات حتكون اقوى شوية. صالون دايرين ننفض الصوالين يا بنات لرمضان، حنغسل اكياس الكراسي وحننفض وحننظف وحنرتب. ان شاء الله باذن الله رمضان يجي بخير وسلامه، كلنا رايقين ومروقين والدنيا نظيفه وبيوتنا نظيفه. ركزوا على حياتكم شويه، انسوا الناس، انسوا كلام الناس، رتبوا يعني ركزوا على اهدافكم. اعملي لنفسك هدف، اعملي لنفسك حياه، بسطي بيتك، بسطي نفسك، بسطي اولادك بحاجات بسيطه. ما شرط انك تكوني عندك حاجات واو عشان تكوني مبسوطه وسعيده، لا، بحاجات بسيطه بتقدر تنجزي، اكله بسيطه، قاعده شاي مع ونسه، قهوة مع فشار. المهم تلمي الأولاد حوالينك، تنبسطي معاهم، حتى أنت حتنبسطي. أخلقي جو بتاع ضحك، جو بتاع ونسة. ربنا يسعدكم ويحفظ أولادكم، وربنا يرزقنا الخير ويبعد عننا كل حاجة مؤذية أو كل الناس اللي المؤذين في حياتنا، ربنا يبعدهم ويبعدنا عنه وعنكم. لحد ما أشوفكم في الفيديو الجاي، مع السلامة.